السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. بعد تنفيذ توجيهات الملك سلمان شروط وقضايا العفو الملك السعودي لعام 1443 هجرية، إليكم التفاصيل. متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة، تفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بدعمكم بلايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. تعمل المديرية العامة للمملكة العربية السعودية على تنفيذ إجراءات العفو الملك الصادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، فضلا على أن وزارة الداخلية تعمل بشكل مكثف على تنظيم قواعد العفو للمستفيدين من العفو المعلق في المحكمة العليا، لكي تنظر المحكمة العليا في قرار العفو وتصدره، فضلا على أن هذا القرار يأتي كل عام من قبل سلمان لإدخال الفرحة والسرور أسر هؤلاء النزلاء. شروط العفو الملكي لعام 2022. وضعت المديرية العامة للمملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توفرها للحصول على عفو ملكي، ويتمثل كالتالي: في حالة تعاطي أو تخزين المخدرات لغرض استخدامها للمرة الرابعة أو أقل، جريمة تهريب مخدرات لأول مرة مع عرض نصف حكمها، شيكات بدون رصيد في حالة فقدان الحقوق الخاصة للمدعي، جرائم الخمور والتهريب في المملكة، مشكلة حقوق الوالدين، جريمة غير أخلاقية عند الحكم عليه بالسجن، قضايا السرقة والتي صدر ربع الحكم وضياع الحق أو بقي 9 أشهر لقضاء نصف المدة، شبه جريمة قتل نصف مدة الحكم ولكن يجب مصادرة الحقوق الخاصة لأسرة الضحية، إعاقة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين تزيد عمرهم عن 60 عام، في حالة الرشوة يجب تحديد الحد الأقصى للعقوبة أقل من 2، جرائم التزوير غير التزوير بموجب المادة 13 من نظام المملكة العربية السعودية، إبراء ذمة المتهم باحتيال وإخفاء نشاط تجاري بانتهاء ربع مدته، القاصرون دون السن 18 وكبار السن بعد بلوغهم سن 60 من العمر باستثناء حالات القتل العمد والشرف والاغتصاب والأمن القومي، يترك للإعدام خلال 9 أشهر من تاريخ الإفراج أو العفو عن سجين تبلغ من العمر 50 عام إصابة الإعاقة الشديدة التي ثبتت طبيا. شروط العفو الملكي 1443 هجرية. هناك بعض الشروط اللازمة للحصول على العفو الملكي، وهي: يجب أن يتمتع السجناء على حسن السير والسلوك، لابد من اتباع قوانين الأمن السعودي، العودة إلى الحياة الخاصة الطبيعية دون انتهاك القانون والأنظمة، التزام السجين بالدروس الأخلاقية والأخلاقية والدينية وعدم ارتكاب جريمة، موافقة مراقبة الشرطة السعودية، تقييد السجين بشروط الحصول على العفو الملكي، الإقرار بعدم العودة إلى ارتكاب أي نوع من الجرائم. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.